ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا المندي ده عدلوا ايه. عدلوا حاجتين، يا سلطة الدجوس اللي احنا عارفينها، طماطم مضروبة في الخلاط مع كزبرة خضراء وعصير ليمون وتوم، يا اما نعمل سلطة الطماطم على طريقة الشيف المغازي بالكزبرة. انا مش هبدأ في السلطة للأمانة، هبدأ في الحلو اللي هي المهلبية بالبسكويت والشوكولاتة. مقاديرها على الشاشة، مقادير المهلبية بالبسكويت والشوكولاتة على الشاشة. بسكويت أي نوع، بس يفضل ما فيهوش أي طعم عشان نستطعم طعم المهلبية. ومعانا شوكولا اللي هو الكاكاو، يعني يكون نوعية ممتازة، يفضل طبعا عشان تبقى طعم المهلبية حلو. والبسكويت والنشا وفانيليا، وإيه كمان يا أستاذ رحاب؟ فكريني. ونشا، حلو الكلام. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض. بظبط النار بس. حلو، مهم جدا وانت بتعملي المهلبية الحليب يكون معاكي مغلي وطعم الفانيليا فيه. لما تيجي تدوبي النشا على الحليب يا اختي، لازم الحليب يكون بارد علشان النشا ما يكلكعش منك، خلي بالك. حلو الكلام، حلو الكلام. هناخد النشا ده كده ندوبه هنا. الله اكبر. شوف التركيه بتاعت المغازي بقى هتقول ايه هنا بقى. دي بقى مش موجوده غير هنا وبس. انا هحط مع كميه النشا دي يا عم الشيف، ركزي معايا كده اهو، معلقه دي علل ولماذا، هو ده عشان تخلي لك المهلبيه مطاطه، فيها عمليه مط شويه كده زي ايه، سكه الجبنه الموزاريلا. مهلبيه تاكلي منها كده تعمل معاكي كده زي الايه، مطاطه، تبقى لطيفه. اما النشا هتقطع معاكي وجود معلقه دي كده. على دي يا شيف، يعني على كوبايه النشا بتحط معلقه دي صغيره. حلو الكلام، حلو الكلام. هنحط شويه الحليب، تمام، ونقلبهم مع بعض. خلي بالك وانت بتشتغلي في الحلو، اي حاجه بقى فيها توم، اي حاجه فيها بصل، اي سكينه، معلقه، تحط في الاعتبار. لازم، مهم جدا تكون كل حاجه رايقه حواليك، عشان كده انا روقت الدنيا قبل ما اشتغل في الحلو. ده مهم جدا على فكره. اشتغلت بايدك في المطبخ مش زي الشيف المغازي كده بيلبس جلافزات وبتاع، احنا بنلبس كده علشان حضراتكم، ولكن انت في المطبخ مش محتاجه خالص الحاجات دي كلها، لان انت بتطبخ لاولادك واسرتك، ولازم ياخدوا ويحسوا بمشاعر الحب والحنان كله من بين اصابع ايدك العشره. ولكن لازم تغسلي ايدك كويس علشان ما يبقاش ريحتها ولا بصل ولا توم. بتقطعي بطيخه حلوه هتطلع حمرا ان شاء الله، برضو لازم تكون سكينتك نظيفه وايدك ايه، متعقمه. حطينا النشا مع معلقه دقيق صغيره، يتاكد ان هم يتقلبوا كويس كده. الحليب على النار، كلنا لغايه دلوقتي ممكن نعمل الفخده الضاني محدش يعملها زينا، كلنا ممكن نعمل الديك الرومي محدش يعمله زينا، بس في شويه مهلبيه نتكعبل. يعني ايه يا شيف؟ يعني يطلعوا معايا جامدين قوي، يطلعوا جامدين، مش جامدين، جامدين حلوين يعني. يعني يطلعوا المهلبيه من كتر ما انا غليتها على النار ومن كتر ان انا ما ظبطتش المقادير بتلاقيها ماسكه نفسها، عامله زي الاسمنت في الاخر في قلب الثلاجه. الحاجات دي بنشوفها، خلي بالك. رز مهلبيه طالعين من الثلاجه تلاقيه مشقه، عامل زي الارض العطشانه، كل ده بنشوفه. فلازم في قوام هنا. انا بحط الفانيليا اهو، بحط السكر بالشكل ده كده واقلبه. سكر فانيليا، الله على الريحه الحلوه اللي انا شاممها دلوقتي. مدرسه المهلبيه بنفس الشكل ده كده. ووعي حذاري تشيل المهلبيه من النار غير لما تغلي قدام عينك بعد ما تحط عليها النشا. بمجرد ما هي بتغلي تسيبيها شويه كده هسه دقيقه مثلا، علشان تقدر تعملي عمليه ايه، تقييم للقوام بتاعها. السكر داب زي الفل، هحطها على نار شديده شويه عشان تنجزنا، ونقلب كده بالراحه. واحده واحده كده، ونخلي شويه في ايدينا مش هنخسر حاجه، بدل ما نزود حليب. نعم، حلو السؤال ده. بيقولوا لي في الكنترول ممكن نعمل المهلبيه دي بالشوفان، تعمليها بالشوفان برضه هتحتاجي معلقه نشا عشان تبقى لها شخصيتها. اذا تعمليها بالشوفان يبقى كوبايه شوفان مع معلقه نشا، ويفضل ان احنا ننقع الشوفان في حليب مغلي قبل ما نحطه عشان نقدر ناخد الايه، الالياف بتاعته الفعاله والغير فعاله. شايفه المهلبيه بدات تغلى على النار اهي، بص عليها. اللهم صل على النبي.
ريحه الفانيليا حكايه طالعه بالبخار ما اقولكمش. انا بحب دايما ريحه الفانيليا وميه الموارد اللي بتتحط في الحلويات او ميه الزهر عموما، يعني في حلاوه الجبنه والكنافه والبسبوسه اخواننا الشوام. نبدا نحط الشويه دول كمان محتاجينهم. حلو، ونقلب التقليبه دي كويسه قوي. واحده واحده. هنقسم المهلبيه دي على نصين، ركزي معايا عشان الموضوع ده هنا مهم جدا. تنها كده اقلب لغايه لما تغلي. وحذاري بقى، عندك بيبي صغير ربنا يخليه لك بيعيط، الباب خبط، عندك ضيفه جارتك جت، ما تخليكيش تنشغلي عن تقليب المهلبيه على النار، او الرز بلبن على النار، او البشاميل على النار، لان اي حاجه فيها حليب شاطط ملهاش علاج. لو قعدت جنبها للصبح زعلانه ولا هينفع الزعل بحاجه. المهلبية ورز بلبن والبشاميل ليه يا ست الكل؟ الحليب لو شاط ملوش اي علاج، ولو شويه حليب نزلوا على البوتاجاز وشيطوا وشاطوا ونزلت الريحه في قلب الحليب هتن المهلبيه بتاعتك شيطه لغايه لما تخلص، خلي بالك. الحاجات دي مهمه جدا. اما الرز مثلا المصري لو احنا بنعمله وحسينا فيه في ريحه شياطه ممكن نعالج المشكله دي ببساطه خالص، بنقلله في حله تانية ونحط في قلبه حل بصلايه زي الفل. البصلايه دي بتسحب ريحه الشياط بتاعه الرز، او بطاطسايه متقشره. حلو الكلام. الحاجات الصغيره دي اللي بقولها في التفاصيل وجوه التفاصيل دي مهمه جدا على فكره. مهلبيه طبعا مش هرفعها من النار غير لما تغلي. هو ده، ايه الحلاوه دي؟ شوف لي، جيب التفاصيل، جيب لحظه الولاده للمهلبيه، لحظه السعاده للمهلبيه. شوف يا مهلبيه، لس خدت على نار شديد. ونقلب. خلي بالك الغليان هنا هيبقى غليان له قوام كده، عشان هي تقيله اهي. هوريك القوام دلوقتي. حاضر، عينيا. هوريك القوام بتاعها، ده مهم جدا على فكره. طبعا خلي بالك، شوفي بقى التفاصيل. المندي في الفرن، مش بعمل غدا بقى اضيع وقتي واعمل زي الشيف المغازة اقعد اقلب في المهلبيه والفراخ لسه على جنب والرز، ما ينفعش خالص. انا دخلت الفراخ الفرن وسبتها، ده مهم جدا على فكره. شويه حليب صغيرين هنا كده، بنحط فيهم الكاكاو. الله، ونقلب يا عم الشيف الكاكاو. بسم الله، برضو على نار هاديه كده. لسه المهلبيه تطلع معايا. نجيب مضرب تاني، اوعي تغلطي بقى وتاخدي المضرب ده مستعجله وتحطيه في قلب المهلبيه. احنا عايزين نعمل ايه؟ حاجتين دلوقتي. مضرب تاني، يلا على القوام اهو. بناخد النص ده كده شويه. هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده بس، خلاص. اللهم صل على النبي. نقلب بالراحه كده. تطلع معايا الشوكولاته ازاي؟ لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا. روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. الله على الحلاوه، شفت الشوكولاته طلعت اهي 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 اهي. بقى نوعين، مهلبيه بالشوكولاته ومهلبيه بالفانيليا. نعم، هقول لك دلوقتي، سجل يا رزقك، احنا ورانا حاجه؟ ده احنا جايين نتفسح. واحنا ماشيين على الكورنيش كده بنشوف جمال مصر وحلاوه مصر والناس الطيبه، ونخش على مزبير ونصبع الرجاله ورجاله الامن بره. صباح الخير يا شيفنا، هتعمل لنا ايه النهارده يا شيفنا؟ صباح الفل يا شيفنا. والله كل ده بشوفه الصبح، حاجه لطيفه وجميله. شايف الشوكولاته سايحه؟ حلو، ناخد المهلبيه. اخبارك ايه يا حلوه؟ يا بيضه اهي، تمام زي الفل. هنشيل كل ده من هنا وتعالوا مع بعض نغرفها ازاي. هو ده الموضوع، دي التفاصيل. معانا كاسات السعاده ومعانا بسكويت. اي نوع بسكويت يا اختي عندك؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل تركايه كده، ادي البسكويت في قلب الكاسه كده، اتنين بيكفوا في كل كاسه. حلو، ونجيب اللي هي المهلبيه بالشوكولاته والمهلبيه بالفانيليا جنبينا كده ونشتغل. اللهم صل على النبي، ونشيل المضارب دي من هنا زي الفل. تمام، ومغرفتين معانا، مغرفتين ما يكونش عدى عليهم لا توم ولا بصل.
ولا اي حاجه علشان الريحه، ده مهم جدا يا ست الكل. نعمين. ده من عايزينه يولع. تقلقش. هنا الكاسات حلوه قوي. تمام، هناخد ده كده. حلو، وهنا نفس القصه. البسكويت هنا بيشرب ايه بقى؟ الشوكولا. حلو، بثلاثه تعريفه. حاضر، عينيا. شفت ازاي؟ زي الفل. تمام، واحده واحده كده. تمام، دي المرحله دي خلاص عديناها. ليه حطيت الشوكولا على البسكويت يا شيف؟ عشان يبرد شويه، والبسكويت هنا يمتص غضب المهلبيه السخنه، السخونيه بتاعتها يعني، واقدر انزل بالمهلبيه البيضه بتاعت اللي هي بتعمل الفانيليا. تقوم الكاسات هنا تبقى ايه؟ لونين. انا بساعدك دلوقتي لكل المبتدئين في المطبخ. ناخد المهلبيه بتاعتنا. انا عايزك تجيب التفاصيل، التفاصيل اللي جوه التفاصيل. دي لما تبرد بقى وتحطها في التلاجة بجد هتدعي لي. كل ما تنزلي بالمعلقه تحت كل ما تلاقي حاجات حلوه. طعم البسكويت بالشوكولا، واهم حاجه يا اختي تجيب البسكويت ما فيهوش طعم. اعملي زي انا بقى بعمل كده، وانت عندك بقى فكر تاني ما عنديش اي مشكله. حلو، بثلاثه تعريفه. بس لا، الخبره الطهويه هنا لها دور. انا بهزر. ناخد شوكولا. تفاصيل التفاصيل. ناخد شوكولا. تفاصيل التفاصيل. ناخد شوكولا. اهو حاضر، هوريك المندي قبل ما اطلع الفاصل. لا تقلقش، استعد عشان هنخش الفرن مع بعض على الحلوه سوا والمر سوا. حلو، حاضر، عينيا. روق بين الكاسات يا رايق. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، تمام. ناخد المهلبيه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لا الكاسه دي جواها خبره طهويه، جواها ابداع. كل ما نضرب المعلقه في قلب الكاسه هنلاقي ابداع. طعم الشوكولاته، طعم البسكويت وهو بيتكسر تحت سناننا زي الفل. بمعلقه صغيره كده عشان التفاصيل الصغيره دي كده. يلا عشان اوريك المندي. حط الشوكولاته دي كده. الله، شوكولاته جميله. مش عارف المخرج بيقول لي ايه، والله سهل حاجه حلوه. بيقول لي الشوكولاته اللي فاضله دي ممكن نعملها سندوتش. اقول لك على سندوتش شامي اخواننا السوريين بيعملوه، تحيه كبيره لهم بجد والله. تجيب الموز المستوي تحطه في قلب الرغيف، تنزل عليه بالشوكولاته كده وتلفه، اسمها لفلوفه بالموز والشوكولاته. لا تجيب لي شوكولاته، لا بلاش يا ولد.